السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قسم التوظيف وين؟ كيف أقدر أخدمك؟ أنا قدمت على وظيفة عندكم هنا. الاسم الكريم؟ ماجد بن أحمد. تفضل ارتاح. أشكرك. أهلا وسهلا. بعد عندك بس كتمتنا. بس ما انت ملاحظ ان عمرك اكبر من العمر المطلوب؟ يعني لا مؤاخذه احنا طالبين جدعان وانت هرش. يعني انا ما اشوف انه الوظيفه اللي انا طالبها انها لها علاقه بالسن ابدا. يعني وانت ما تفهمني يا اخوي ماجد، يعني احنا نبغى شباب، شباب طاقه حيويه نشاط، نقول له روح عند العميل ينقز ينط يروح هناك يرجع تاني يروح ينط لعميل تاني، يعني كده فاهمني؟ هذا مكاني يا رجل. طبعا انا مكاني مناقز. اما عاد طبعا 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 صحيح. انا طال عمرك لما كنت صغير ايه ما كانوا يقولوا لي ماجد. اجل ايش؟ النقازي يا كنغر. الله يسعدك. بس يعني ما شاء الله يا اخي، يعني ماني عارف ما شاء الله، يعني حتى كمان كشخة ولبسك حلو مرتب. انت السعوديين كده ترى دائما تيجي لبيسة وكشيخة عشان على طول تقبله في الوظيفة. لا يعني هذا انا يعني لبسي الطبيعي ما يعني. والله والله. طب لو هذا لبسك الطبيعي يا اجل ما شاء الله، يعني باين انك ما انت محتاج الوظيفة، ليش جاي عندنا؟ شوف خليني اكون واضح معك. ارجوك. خليني اكون صريح معك. انا الحقيقة يعني طفشت من قاعدة البيت يعني، وأحب العمل يعني. أنا رجل يعني ما أقدر أقعد في البيت كذا يعني أكتف. طيب ونحن نرحب بالشباب السعودي ويا هلا وسهلا بك، لكن بشرط. تفضل. تقييم العميل يا ماجد عندنا هو الأساس، لو العميل قيمك بشكل سيء فحنقول لك شكرا وتمسك الباب. أنا موافق. طيب انا من اليوم حدي لك تجربه لمده شهر. انا موافق. الراتب ما عندنا راتب يا ماجد، حتاخذ فلوسك على الطلب وبالنسبه. موافق. سيارتك نحن ما حنديك سياره. موافق، ما عندي مشكله ابدا ابدا. موافق على كل شروط. والدوام ما عندنا دوام رسمي 24 ساعه دنيا حضر، يجيك الطلب تروح وتنام 24 ساعه تحت الخدمه. انت اسمك موافي؟ أسأل الأخت خديجة هناك ممكن تساعدك. تفضل روح كمل باقي الإجراءات. أشكرك.